عايزين اداء جميل شفته، عايزين اهداف كتير شفته، بس كل ده في 10 دقائق. احنا منتخب قانون بيلعب من الدقيقه 15 لحد الدقيقه 25، بعد كده بقى الحمد لله رب العالمين. انتوا عايزين حاجه تاني؟ كسبنا اربعه بقى نبدا نريح بقى شويه، ونبدا نخلي الفريق اللي نوعا ما كمان عليه انه غزل المحله في الشوط الاول نخليه منتخب كويس، منتخب بيلعب عليه الكوره الشوط الثاني، واي حد يتكلم احنا خلصنا الماتش من بدري. طب بالنسبه للجمهور بقى اللي بيتفرج على المباراه من بعد الدقيقه 25 وما لحقش الشوط بتاع الاربع اهداف، لا فاتك كتير سعادتك وجيت انت للملل اللي بعد الدقيقه 25. يعني لعبنا 10 دقائق بالظبط، 10 دقائق بالظبط، هدف محمد النني، هدف محمد شريف، ثنائيه محمد صلاح علشان يبقى الهداف التاريخي الثاني لمنتخب مصر بعد حسام حسن، ودي حرفيا احلى حاجه في المباراه وهو الهدفين بتاع محمد صلاح. والكلام الكتير الناس هتبدا تتكلم فيه على محمد صلاح، لان الكلام على صلاح زي الكلام في برشلونه عن ميسي، هيبدا ينسى الناس على الاجواء والدنيا بالنسبه للمنتخب كانت عامله ازاي. هتبص على المحصله النهائيه هتلاقي ان منتخب مصر متصدر المجموعه بتاعته. عايز اي حاجه ثاني؟ مش عايز اي حاجه تاني. نبدا بقى نركز في صفات كاس العالم. لو يا جماعه احنا مرشحين فعلا صفات كاس العالم ان احنا نعمل اي حاجه؟ والله لا، بس احنا دينا مكملين، يعني ما عندناش اي مشكله، يمكن ربنا يكرمنا وما نطلعش بشكل فاضح نوعا ما، لانه واضح جدا ان احنا كمنتخب حسام البدري مكملين بنفس العقليه بتاعت اجيري، مكملين بنفس عقليه هيكتور كوبر، مفيش اي حاجه بتتغير ولا شكل الفريق بيتغير جوه الملعب. هو تقدر تقول كده ان 10 دقايق بالظبط كانوا كافيين ان هم يخلوا الكلام يبدا يتغير على منتخب كان سيء قدام كينيا لمنتخب بيقدم كره جميله وكره ممتعه، احداث بديعه، النني كمان في الملعب، النني اللي كان رقم 5 في ماتش كينيا النهارده اساسي جوه الملعب. هتقول لي لا ما اكيد حصلت بقى مشكله، والكلام اللي اتقال على عدم مشاركه النني كان حقيقي، يقول لك البدري عملها لك بمنطقيه. عمر جابر وعمرو السوليه اللي كانوا نوعا ما ترتيبهم اعلى من النني موجودين جوه الملعب، وطارق حامد موجود على الدكه بيريح، ومصطفى محمد موجود على الدكه بيريح لمحمد شريف. كل حاجه ماشيه بالتوازنات، حتى احمد حجازي ما بيلعبش والنهارده بيلعب مكانه علي جابر، وبيلعب ناحيه اليمين عمر جابر، وبيلعب ناحيه الشمال عبد الله جمعه، وراه محمد الشناوي. الشناوي لما بدر اتزنق قال لك جنش تيجي بابا خد الشوط الثاني حلو بالنسبه لك اهو، ويلا كل مرضى يا جماعه. فين بقى احمد ياسر ريان؟ وفين عندنا محمد فاروق؟ محمد فاروق الجمهور كان بينتقدني ان انا ضميته وما لعبتش احمد سيد زيزو برده علشان خاطر قناعاتي. نزلنا محمد فاروق ونزلنا احمد ياسر ريان. ابص على الدوري المصري اهو، اي حد فيكم معترض على حاجه بقى يقول لي لعيبه في الدوري شاركتها اداء. عملنا 10 دقايق حلوين الشوط الاول، وناس كتير قوي تقعد تقول لك الشوط الاول كان عالمي بالنسبه لمنتخب مصر. مش هيكلمك على 10 دقايق بس من الدقيقه 15 للدقيقه 25، لانه معروف عندنا عملنا اداء ونتيجه. التطبيل للبدري هيبدا من بكره الصبح، او من بكره الصبح ليه؟ ده من بعد المباراه اساسا التطبيل للبدري هيبدا يتكلموا على الناس اللي كانت منتقد البدري دي ما عندهاش اي حس من فهم في عالم كره القدم، لانهم عارفين ان هم شويه كدابين. هيقول لك ان البدري عارف يصالح جمهور المنتخب، اللي هو جمهور المنتخب ده في شخ كبير جدا ما بينك وما بينه، مش هتقدر توصل له الا بصعوبه وشويه روح، وشويه روح دي صعبه بالنسبه للجيل الحالي، وصعوبه ليه؟ لان الموضوع بالنسبه لنا احنا هنا قديم، لو انت شخص مش مصري صعب اوصلها لك، ان حرفيا كان في شريحه كبيره جدا من الشعب المصري كانت بتشجع جنوب افريقيا قدام منتخب مصر في كاس امم افريقيا. والله لان احنا ما كناش حاسين المنتخب ده بتاعنا، كنا حاسين ده منتخب هنا بوريده، فلما تجيب لنا مدير فني احنا اوريدي بنكرهه زي حسام البدري وتقول لي منتخب ما كانش عندك قناعات بيه ولا كان عندك انتماء نوعا ما ليه، وتجيب لي مدير فني مكروه، عايز اشجعه باي طريقه؟ يعني ده منتخب اساسا بيدور على مشجعين دلوقتي، يعني مش منتخب بيحاول ان هو يرضي مشجعيه، لا يا باشا هو بيدور على مشجعين اساسا. ناس بتشجع صلاح جايه تتفرج على محمد صلاح، ناس ثانيه بتشجع لعيبه الاهلي جايه تتفرج على لعيبه الاهلي محمد الشناوي وعمرو السوليه كابتن الفريق، ناس بتشجع الزمالك جايه تشوف جنش وطارق حامد، انما كجمهور بيلتف حول المنتخب الموضوع صعب. فلما تقول النهارده ان احنا قدمنا اداء جيد ومرشحين ان احنا نوصل كاس العالم، اقول لك تسهيل ربنا ان شاء الله، يعني المجموعه فيها الجابون وفيها انجولا وفيها ليبيا، هنعرف نوصل فيها ازاي بكل الثقه اللي انت بتتكلم فيها ده. بس الكلام لسه بدري، نتكلم النهارده على مباراه جزر القمر ومنتخب مصر. انت ما قلتش اي حاجه في المباراه، ما قلت لك ان احنا لعبنا 10 دقايق بس من الدقيقه 15 للدقيقه 25، وبعد كده قاعدين نراقب سعادتك. عايز اي حاجه تاني؟ البدري عمل لك اللي انت كنت عايزه، اربع اهداف ونوعا ما اداء كان حلو الشوط 10 دقائق في الدقيقه 15 ل 25، بس عايز منه اي حاجه تاني؟ يلا بقى فنمسك الطبول للبدري ونطلع ننتقد اي حد كان بينتقد البدري، ونقول ان حسام البدري عطى العين الحمراء للعيبه وبين لهم ان هو شخصيه قويه جدا، وان المنتخب هيقدر ان هو يرجع لطريقه الصحيح. والكلام ده نبقى نتقابل ان شاء الله باذن الله انا وانت كده في مستشفى المجانين لو المنتخب ده قدر يوصل لاي حاجه، بس خير خير ان شاء الله خير. مفيش حد فينا بيتمنى حاجه وحشه للمنتخب بتاعه، بس عشان خاطر علاقتنا احنا كجمهور مصري بمنتخبنا صعب ان انا اشرحها لك في فيديو. ما ان الوضع بالنسبه لنا بائس كده فممكن تعمل لايك، والله ممكن تعمل لايك، ولو ما عجبكش الفيديو عادي، ما انا بعمل سبسكرايب واعمل ديسلايك تحت، واشتم في الكومنتات زي ما انت عايز تقول.